صباح الخير. اهلا، صباح النور، تفضلي. سماح، اين ابو سرور؟ في الغرفه، ما زال يغط في نومه. ست سماح، الا تلاحظ اننا تاخرنا في عمليه التحضير للموسم؟ هل احضرت المسرحيه؟ كنت ساحضر مسرحيه بممثلين اثنين فقط، اقصد رجل وامراه. أما الآن فعلي أن أحضر مسرحية أخرى. يجب أن يكون دور البطلة متلائما مع شخصيتي. ما بها؟ ألم تقنعها بعد بالابتعاد عن تلك التخيلات المجنونة؟ ألم تنقذها بعد من سحر عاطف سرحاني يا أستاذ؟ صباح الخير. لماذا تخليت عني يا أستاذ عاطف؟ لماذا؟ تخليت عني يا أستاذ عاطف. لم تقل بأن الأستاذ راضي قد تخلى عنها. المخرج الكبير مرة حدثني أبو سرور وقال لي الأستاذ راضي مستعد أن يرتكب أبشع جرائم في سبيل حبه لنادية، ولكني لم أصدقه لأنني كنت أشعر تماماً أن الأستاذ راضي سيظل أداة طيعة يستخدمها أبو سرور وزوجته لتحطيم الآخرين وقهرهم. هل انتهيت؟ إني أنصحك أن تبتعد عن طريق نادية. اطمئن، أنا لم أقل إني أحب نادية،
وأنت أيضا لا تحبها، فحبك لها تتحكم فيك الظروف، لأنك تسعى لإرضاء معلميك فقط، لأنك شبعان من شك. أنا لست جبانا أيها اللص. ألا ترى أن من العيب أن تعالج الحكمة بالغدر؟ اطمئن، لن أرد الإساءة بالإساءة، يكفي أن تفهم نفسك جيدا. يا صباح الأفراح يا ست سماح. صباح الخير. أخبريني يا ست سماح، هل تفضلين البيض مقليا أم مسلوقا؟ مسلوقا. على عيني على عيني يا ست سماح، على عيني. صباح الخير يا ست سماح. صباح الخير. تفضل. شكرا. ولكن أين المعلم أبو سرور؟ ألم أستاذ عاطف، أرجوك أصدقني القول، من أنت؟ أنا أرجوك، هل تعرف شيئا عن مكاني والدي؟ صدقيني يا ست سماح، لم أفهم ماذا تعني. أعني، هل تعرفت على والدي في المهجر مثلا؟ أو هل تعرف عليك فأرسلك إلى هنا لأمر ما؟ أسئلتك هذه تدعو إلى الدهشة فعلا، ومن أوحى لك بمثل هذه الأفكار؟ لا أحد، هذا تخمين فقط. حسنا، وأنا أطمئنك أن تخمينك هذا ليس له وجود. إذن لماذا جئت إلى هنا معاديا؟ معاديا؟ لما؟ لي أنا. يبدو أنك تصرين على تفسير موقفي اتجاه نادية بأنه عداء لك. لو كان كذلك لما قبلت بتمزيق العقد الذي أضر بطموحات نادية المسكينة. إذن بماذا تفسر موقفك الذي اتخذته ضدي؟ أقصد عندما عرض عليك توقيع العقد. موقف إنساني فقط. وهل معاداتي موقف إنساني يا سيد عاطف؟ لا أبدا. على كل حال أظن أن الموضوع قد طويناه بعد تمزيق العقد. أما بالنسبة لموضوع والدك فأنا لا أعرفه، ولم أعرف عنه شيئا. ولكن حسنا، سنكمل حديثنا فيما بعد، لقد جاء زوجي. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. ماذا كنتما تتحدثان اليوم؟ هل بدأت تشعر بالغيرة؟ لماذا لا تجيبين على سؤال؟ سماح، لا تصرخ يا أبو سرور، لقد أردت التأكد منه حول تخمين الضابط. ماذا؟ هل له صلة فعلا مع والدي الهارب أم لا؟ هل كشفت له عن شخصية الضابط؟ اطمئن، لقد أشعرته أن سؤالي له خاص بي. لا تنفردي به مرة ثانية، مفهوم؟ هل يضايقك إذا تقصيت عن والدي؟ هل أدعو الصحافة كي يكتبوا عن والدك الذي قتل زوجك الكريم ثم هرب وترك لنا السمعة السيئة؟ هل تشمت بي إلى هذا الحد يا أبو سرور؟ لا، ولكن يجب أن تكفي عن التشكيك بعاطف سرحان، هل فهمتي؟ هل تصدق؟ ماذا؟ أنت محير فعلا يا زوجي العزيز، هذا الرجل سيودي بك حتما إلى الجنون كما قلتها أنت مرة. Thank you.
بينكم مجرم خطير عليكم إبعاده بأية وسيلة، فهو ذئب سفاح خطر، التوقيع فاعل خير. طبعا المقصود عاطف سرحان. يجب أن تكفي عن التشكيك بالرجل، أنا واثق أن هذا الرجل شريف يا حضرة الضابط. والآن ماذا ستقول للضابط؟ لن أقول شيئا، وأنت أيضا إياك أن تثيري الموضوع أمام الضابط. لقد أردت التحدث معكم لأن كل واحد منكم دفع عن عاطف سرحان أمام الضابط منير عندما حضر في المرة الأولى، مما جعل الضابط يقلل من اهتمامه بقضية هذا الرجل الذي جاء إلى هنا ليبث الفتنة والبغضاء بيننا. لكننا لم ندافع عنه يا ست سماح. ولكنك تبنيت عاطف سرحان ليكون بطل الموسم يا أستاذ راضي، أم أنك نسيت؟ هذا صحيح. والآن سنادية. كادت أن تظهر عاطف سرحان كملاك للرحمة أمام الضابط لأنه استطاع أن يسحرها بكلماته الرقيقة. وصالح بدأ يتفلسف أمام الضابط ويبرر الشكوك التي تحوم حول عاطف سرحان لأنه استطاع أن يشتريه بالبخشيش، أليس كذلك يا صالح؟ وأنت؟ وصلتنا رسالة حديثة تقول بينكم مجرم خطير عليكم إبعاده بأية وسيلة، فهو ذئب سفاح خطر، التوقيع فاعل خير، والرسالة مع زوجي أبو السور. ست سماح، أنا أريد أن أسأل سؤالا بسيطا. تفضل يا وفا. لنفترض أن عاطف قاتل أو سفاح ولس كما تحدثت الفتاة المجهولة بالهاتف من قبل وكما جاء في رسالة هذه، ولكن ماذا يمكن أن نتصور أن يفعل عاطف سرحان هذا؟ حتما سيقتل واحدا منا، جاء ليقتل واحدا منا. ولكن لماذا سيقتل واحدا منا؟ لماذا يتقرب منك إذن؟ هل تعرفينه من قبل؟ هل يعرفك؟ هل بينكم علاقة ما؟ ست سماح، أنا أقترح أن تطرد هذا الرجل من هنا فورا ودون تردد أرجوك. وزوجي العزيز أبو سرور، هل تقصدين أنه لم يقتنع بمضمون هذه الرسالة أيضا؟ اذهب إليه واسأل. ست سماح، ألا يجب أن يعلم الضابط منير عن هذا التهديد الجديد ومضمون الرسالة؟ وما الفائدة ما دام زوجي يدافع عن هذا الذئب ويصر على أنه شريف وبريء؟ يبدو أنه ما زال مقتنعا بأنه سوف يحقق له أحلامه، بل قل أوهامه. المهم الآن هو الخلاص من هذا الذئب. تكلم خالد. لقد حملتني مسؤولية أنا في غنى عنها يا سيدي. اطمئن، فنحن لن نحملك مسؤولية ظلم أي أحد، نحن حريصون على أمن الناس وحياتهم. تكلم. بصراحة لقد تلقينا رسالة تحذير موقعة من مجهول بتوقيع فاعل خير، ورسالة التحذير تقول بينكم مجرم خطير عليكم إبعاده بأية وسيلة، والمقصود عاطف سرحان طبعا. وأين هي هذه الرسالة؟ مع المعلم أبو سرور. لماذا لم يتصل بنا أبو سرور ويخبرنا بأمر الرسالة؟ لأنه لا يصدق يا سيدي. يصدق ماذا؟ لا يصدق أن مثل هذه الإنذارات صحيحة، فهو ما زال مقتنعا أن عاطف سرحان رجل شريف ومليونير. عجيب.
هل سترسلون خلفه وتحققون معه؟ نحقق مع من؟ مع عاطف سرحان. عاطف سرحان هل علم بأمر الرسالة؟ لا أعتقد يا سيدي، فالمؤكد أن المعلم أبو سرور قد أخفاها عنه، فهو حريص جدا على عدم إزعاجه. وكما تعلم يا سيدي، المعلم أبو سرور يحلم أن يصبح من أصحاب ناطحات السحاب. المعلم أبو سرور موجود الآن في الفندق؟ ما أعتقد. شكرا لك يا خالد. هل ستعود الآن إلى الفندق؟ نعم يا سيدي. إذا بإمكاننا أن نوصلك في سيارتنا. لا يا سيدي، بصراحة لقد أخبرتهم أنني ذاهب لأحد معارفي لأعزيه بوفاة والده، ولا أريد من يعرفوا أنني كنت عندكم هنا. رائع، بدأت الآن تتصرف بذكاء. أن تخبرنا بأمر الرسالة المجهولة تلك يا أبو سرور، أليس كذلك؟ هذا صحيح، ولكن كيف علمتم بموضوع الرسالة؟ اطمئن، فأنا لم أتصل بهم ولا يمكنني التصرف دون علمك. معنى هذا أن هناك أحدا يريد لنا المشاكل والفوضى التي نحن في غنى عنها. هل تسمي المسائل الأمنية مشاكلا يا أبو سرور؟ لا، ولكني أؤكد أن هناك أناسا يريدون التخريب. تخريب ماذا؟ تخريب مصالح. وليس غريبا أبدا أن قضية المكالمة الهاتفية ورسالة فعل خير عبارة عن ألاعيب يفتعلوها البعض هنا في هذا الفندق، ألاعيب صبيانية. عجيب، وهل تريدون أن تشغلونا بألاعيب؟ لا يا حضرة الضابط، ليست هناك ألاعيب، بل هناك حقيقة. حقيقة ماذا؟ حقيقة عاطف سرحان. أية حقيقة؟ حقيقة والد الهارب الذي أرسل عاطف سرحان إلينا. لا، هذا شيء مضحك فعلا. ألم تخبرنا في المرة السابقة أنه يمكن أن يكون قادما من قبل والد الهارب؟ إنه مجرد تخمين، تخمين فقط. ولما لا يكون تخمينك هذا صحيحا؟ لما؟ سماح، ما هذا الهراء؟ أنت متعبة. أنا لست متعبة، أنا خائفة، خائفة من هذا الرجل الذئب. حسنا، وعلى فرض أن والدك أرسل هذا الرجل إلى هنا، ما الغاية من ذلك؟ ربما ليقتل واحدا منا. سمع، هذا هراء. أنا عاقلة، عاقلة، وأنا واثقة أن هذا الرجل جاء ليقتل واحدا منا. سيدة سماح، ما رأيك، سيقتل من؟ ربما يقتلني أنا بالذات، فقد كان والدي يكرهني لأنه لم يكن راضيا من الأساس عن زواجي من المرحوم كريم، لذلك قتله وهرب. سماح، ربما كان الحق معك، ولكن حديثك عن عاطف سرحان نوع من الهذيان. أي هذيان هذا الذي تريد أن تتهمني به؟ أنا عاقلة، عاقلة، هل تفهمونني؟ يا حضرة الضابط، سماح معقدة بعض الشيء منذ مقتل الممثل كريم، خصوصا وأن والدها هو القاتل. وبصراحة أنا أشك بأن قضية المكالمة الهاتفية والرسالة من صنع سماح، أو من صنع تلك الفتاة التي اجتمعت مع عاطف سرحان في الفندق الكبير بقصد الحصول على ثروته. أنا أرى يا سيدي ألا تشغلوا وقتكم بمثل هذه الاتهامات الملفقة حول الرجل. على كل، أنا أحملك مسؤولية أي تصرف غير قانوني يمكن أن يقدم عليه. اطمئن يا حضرة الضابط، عندما ألاحظ أنه سيقدم على عمل غير قانوني سأتصل بكم دون تردد. حسنا، إلى اللقاء. مع السلامة. مع السلامة.
من منكم اتصل بالضابط وأعلمه عن الرسالة؟ رسالة فعل خير. لا أدري، لا أدري يا معلم. وأنت يا صالح؟ لا أدري يا معلم، صدقني لا أدري. وأنت يا عبود؟ نعم يا سيدي، ولا أنا يا سيدي. لم أفهم. صديقك الثنائي إياه لم يظهرا منذ مدة. صحيح، شركة الفنادق. لقد اشتقنا إليهما. ولكن عليك منذ الآن يا شاطر أن تشتاق للضابط منير ومرافقه. سماح، لقد تأخرنا عن حفلة العشاء. سماح، قلت لك لن أذهب إلى حفل قاتل. ماذا سيقول الناس عنا عندما يكتشف أمره أمام الشرطة؟ رواية من ثلاثة أحرف. رواية من ثلاثة أحرف. قصة. نعم قصة. أحسنت يا عبو. صالح، هل تصدق؟ ماذا؟ أنا بدأت أخشى عاطف سرحان. وأنت؟ أنا مطمئن ما دام البوليس يراقبه خفية عن أبو سرور. حسنا حسنا. أليس من المحسن ألا يشاركه أحد في حفلته؟ مساء الخير يا معلم أبو سرور. مساء الخير. خير. عاطف، عاطف سرحان يحزم حقائبه وسيترك الفندق الآن. ستتركنا يا أستاذ عاطف؟ بل سأترك المدينة كلها والمشاريع يا صديقي. المشاريع؟ أية مشاريع؟ المشاريع التي حدثتني عنها وكنا قد اتفقنا. وهل باعتقادك أنني سوف أستطيع تحقيق ما كنت أخطط له في هذا المكان والكل هنا يضمرون لي الكره والضيق؟ لا لا، اطمئن يا صديقي، لن تشعر بالضيق بعد اليوم، صدقني.
يا سيدي، أنا أكرر اعتذاري لعدم تمكننا من مشاركتك حفلة العشاء. كما أوضحت لك، لقد تعبت سماح فجأة مما اضطرني للبقاء بجانبها. حسن، صدقتك بصراحة يا أستاذ راضي. لقد افتعلت لنا سماح مسرحية بوليسية صبيانية نعيش أدوارها طول هذه الفترة، ويجب ألا نكون ضحية هذه التصرفات. المحيرة والمحزنة فعلا. طبعا، ولا تنسى أن سماح إنسان، والإنسان بطبعه أناني يميل إلى التمسك بالأشياء، وسيدة سماح شعرت أن نادية بدأت تشاركها في مكانتها التي تحتلها في مسرح السيسبان، بل ربما ستحل محلها من خلال تبني عاطف لنادية، وهذا واضح لنا طبعا. وهذا طبعا ما تود أنت تأكيده لتبرئة الرجل. تبرئته من ماذا؟ أم أنك تريد أن تقول بأنك غير مقتنع؟ أبو سرور، كيف تريدني أن أقتنع بشخص تطارده الشرطة من مكان إلى مكان؟ ما هذا الهراء؟ ألم تلاحظ أن الضابط لم يتجرأ أن يكشف شخصيته أمام الرجل حتى الآن؟ لماذا؟ هل يخافه الضابط؟ طبعا لا، وطبعا لأنه واثق من براءته، ولأن الاتهامات والتحذيرات مفتعلة. طبعا مفتعلة، وأنا واثق من ذلك كل ثقة. حسنا، وما هو المطلوب مني الآن يا أبو سرور؟ المطلوب أن نشعره بأنه ضيف عزيز مكرم، كأنه واحد منا، وأن نجعله يحس بالأمان كي لا نخسره. بصراحة لقد قرر جادا أن يترك هذا المكان، بل أن يترك المدينة والبلاد ويعود من حيث كان، ولقد بذلت جهدا مميتا حتى استطعت إقناعه بالبقاء. هل تفهمني يا أستاذ راضي؟ نعم. وبالنسبة لنادية، يجب ألا تخشى عليها منه ولا من غيره، أنا أتكفل بذلك. يا أستاذ راضي، أنت فنان، والفنان الصادق يجب أن يتحلى بالصدق أمام الآخرين. وماذا أيضا؟ أنت الوحيد من اقتنع بشخصية عاطف سرحان وموهبته عندما رشحته ليكون بطل المسرحية للموسم. والآن أطالبك أن تشاركني بالمسؤولية على الأقل. مسؤولية ماذا يا أبو سرور؟ مسؤولية المحافظة على عاطف سرحان المليونير حتى لا يفلت مني. أتسمع؟ حتى لا يفلت مني. أستاذ راضي، لقد سمعت أنكم برأتم أبو سرور من التهم والشكوك، فهل هذا صحيح؟ عجيب، نحن لم نتهم عاطف سرحان أصلا ولم نشك به أبدا، بل أنتم الذين افتعلتم كل هذه الضجة حول هذا الرجل. نحن؟ ألم تتصل بنا ست سماح لتبلغنا عن مكالمة الفتاة المجهولة التي حذرتكم من أن عاطف سرحان ذئب وقاتل وسفاح وما شابه ذلك من الأوصاف المخيفة؟ صحيح. وطبعا نحن قمنا بواجبنا بمراقبته، وهذا من واجبنا أيضا. هذا صحيح، ولكن أبو سرور جاء يرجون بعدم التعرض للرجل لا من قريب ولا من بعيد، وبأن الرجل لا خوف منه. ورسالة التحذير؟ رسالة التحذير أبو سرور أكد أنها غير صحيحة، ولكن ألا ترى معي أنه من الأفضل أن تحقق معه؟ أحقق مع من؟ مع عاطف سرحان. عاطف سرحان، وما دخلك أنت؟ لأنني أنا الذي أقنعتهم بإحضار عاطف سرحان، أقصد أنا الذي أعطيتهم الثقة بعاطف سرحان حين رشحته بطلا للمسرحية. ولماذا رشحته هو بالذات؟ أقصد لماذا لم ترشح واحدا من ممثلين المحترفين وأنت تعرفهم جيدا؟ لأنني وجدت أنه هو الأفضل ليكون بطلا لمسرحية هذا الموسم. وكيف تعرفت عليه؟ في الفندق كما تعرفون، فندق السيسبان.
طبعا لقد صادفته في المطعم. أستاذ راضي، ما هي الشهادة الفنية التي تحملها؟ شهادة فنية؟ أنا أحمل دبلوم في الإخراج المسرحي. وأهم ما يجب أن تتقنوا تعلمه في مناهجكم الأكاديمية علم النفس، أليس كذلك؟ صحيح. إذن عندما تعرفت على عاطف سرحان لا شك أنك أخذت بعين الاعتبار المستوى الأخلاقي والسلوكي الذي يجب أن يتحلى به ليكون بطلاً لفرقتك. نعم، واستنتجت ذلك بطريقة تحليل نفسي. نعم، وكنت ستتحمل مسؤوليته أمام جماعتك. أيضاً نعم. وما زلت؟ كلا. لماذا؟ لأنني بدأت أخشى. معنى هذا أنك فشلت؟ لا لا، أنا لم أفشل، بل فشلت. ربما. أستاذ راضي، أرجو ألا تخشى عاطف سرحان. أنا لا أخشى. إذن يجب أن ننسق معا ونتعاون على كشف شخصيته. ألو، فندق وردة السيسبان، الريسبشن. نعم، خالد الموظف يتكلم. نعم يا سيدتي، لدينا غرفة مفردة وبسرير واحد. أهلا وسهلا. أهلا يا صالح. صالح. نعم يا سيد خالد. إلي يا صالح. حاضر يا سيد خالد. أريدك أن تجهز غرفة 17، ستنزل بها سيدة اتصلت بنا قبل قليل. أجنبية؟ إنها تتحدث العربية. هل هناك من سؤال آخر؟ لا لا لا، ولكن أرجو أن تكون مليونيرة كي تدفع البخشيش بسخاء. ماذا قلت؟ عفوا، قلت بخشيش. بخشيش لك ولي. الله أكبر. الله أكبر. تفضل. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير أبو سرور. صباح الخير أستاذ راضي. تفضل. أولا جئت كي أعتذر عن موقفي ليلة البارحة. حسنا، قبلت اعتذارك. وماذا أيضا؟ بيودي لو نتحدث بشكل جدي عن عملية التحضير للموسم المسرحي. عظيم، فهذا يسرني. هل ما زلت مصرا على أن يكون عاطف سرحان بطلا للمسرحية؟ طبعا، ولا تنسى أنك أنت الذي اكتشفته واقتنعت بموهبته منذ البداية. والست سماح طبعا ستكون البطلة. طبعا، وعاطف يرحب، أنا واثق من هذا. في الحقيقة أنا بحثت عن ممثل محترف لكني لم أجد أحدا، فالجميع مرتبطون بالأعمال الموسمية. ولكن ماذا؟ هل الست سماح ستوافق؟ على ماذا؟ على أن يكون عاطف سرحان بطلا للمسرحية. طبعا ستوافق، خاصة وأن الحجة موجودة الآن بارتباط أكثر الممثلين المحترفين بالأعمال الموسمية. لا لا لا، من هذه الناحية أطمئن. لا تنسى أن نادي أيضا يجب أن تلعب دورا مهما أمام سماح وعاطف. طبعا طبعا، لم أنسى ذلك. لذا أحضرت مسرحية بثلاث شخصيات، أقصد بدون كومبارس أو شخصيات إضافية. هذه خطوة جريئة ورائعة واقتصادية. طبعا. طبعا طبعا، وإن شاء الله منذ الغد سأبدأ بالتحضير والبروفات.
حسن جدا، فلتبدأ منذ الغد وأنا سأخبر سماح بذلك. إن شاء الله. أستاذنا. مع السلامة. مع السلامة. شكرا يا مسرور. هل سمعتي؟ لم أسمع شيئا. خير؟ منذ الغد سيبدأ الأستاذ راضي بالبروفات، سيقوم بتجربة جديدة في مسرحنا واقتصادية أيضا، مسرحية بثلاث شخصيات فقط. ولكنه كان سيقوم بتجربة لمسرحية بشخصين فقط. يا ستي هو المخرج وله حرية التصرف والرأي. سيلعب عاطف سرحان أمام الممثلة الكبيرة سماح، وهذا شرف كبير له. عجيب. هذا ما الذي غير رأي الأستاذ راضي هكذا فجأة؟ ربما شعر بخطائه تجاه الرجل. خطأه؟ خطأه أنه رشح تاجرا ليجعل منه فنانا. عظيم، لقد أفرحتني. أفرحتك؟ أفرحتني لأنك تعترفين أن عاطف سرحان تاجر وليس لصا وقاتلا وسفاحا. يبدو أنك تريد أن تلعب معي لعبة الألغاز يا زوجي العزيز. لا ألغاز ولا من يحزنون، ولكن يجب أن تعترفي أنك أخطأت بحق الرجل، وأن عقلك عاد إلى رشده كي لا يتهمك أحد بالغباء ويسخر منك. ومن الذي يتهمني ويسخر مني؟ الشرطة والناس طبعا. أنسة نادية، صباح الخير. صباح الخير يا صالح. جئت أسألك، هل ستتناولين طعام الإفطار؟ نعم. لقد حجزنا غرفة 17 لسيدة اتصلت بنا، أرجو أن تكون سيدة محترمة كي تتسلين معها، فأنا ومنذ قدومي إلى هذا الفندق أراك مهمومة وحزينة ووحيدة ومنزوية عن الست سماح والآنسة وفاء، لا تتواجد إلا في أوقات قصيرة جدا. صحيح، ولكن صدقني لقد كانت الست سماح رقيقة جدا عندما كانت زوجة للمرحوم كريم. أنا زوجك الذي يحبك ويحترمك، صدقيني يا سماح. أنت عاقلة ويجب أن تفهمي كل كلمة أقولها لك. صدقيني الرجل لا يخشى منه، ومصلحتنا المشتركة سوف أحققها عن طريقه. إنه مليونير وعلينا أن نكسب وده بأية وسيلة. العقلاء يبتسمون. لا تنسي أن الابتسامة تليق بعينيك الجميلتين. ما أجملك وأنت عاقلة، يجب أن تبقي هكذا. هيا أرين الابتسامة من عينيك الجميلتين. هيا. صباح الخير يا أستاذ عاطف. صباح الخير. أحضر لي قهوة من فضلك. حسنا وبدون سكر، ولكن ما الحكاية؟ هل أنتما مختلفان؟ أقصد أنت والآنسة نادية. وعلى ماذا نختلف؟ لكني أشعر بأنها تخافني. أنا واثق أنها غاضبة لأنك تخليت عنها بعد أن وجدت فيك المنقذ الذي سيحقق لها أحلامها، ولكنها أصيبت بخيبة الأمل والحزن، خاصة وأنها وحيدة. حسنا أحضر لي قهوة. حاضر. يا
اهلا وسهلا. اهلا بك. شكرا. كنت قد اتصلت بكم منذ الآنسة سمر. صحيح. لقد جهزنا لك الغرفة. شكرا لك. العفو. البطاقة لو سمحت. تفضل. شكرا. الآنسة مخرجة مسرحية ومتخرجة حديثا، ولكني الآن أعمل في مجال الصحافة والنقد وكتابة القصة أيضا. يا سلام، هذا عظيم. فالمكان هنا هادئ ومريح للنفس، مما يساعد على صفاء الذهن والتفكير. لقد سمعت أن مجموعة من المسرحيين ينزلون هنا. نعم، إنهم يعملون في المسرح التابع للفندق، وهم يعدون الآن ويحضرون مسرحية الموسم. نعم. إلي يا صالح. صالح. نعم يا سيد خالد. أهلا وسهلا. أوصل الآنسة إلى غرفة 17 وكف عن التابعة. حاضر يا سيد خالد. حاضر. أهلا وسهلا. تفضل يا آنسة. أهلا وسهلا. تفضل يا آنسة. شكرا لك. شكرا يا آنسة. أنا اسمي صالح. أقوم بخدمة الفندق، وإذا غاب الطباخ فأنا أقوم بالطبخ وبتنظيف الغرف ونقل الحقائب وأنت وحدك تفعل كل هذا؟ هذا ظلم، أليس كذلك يا آنسة؟ طبعاً. كلنا مظلومون يا آنسة. كلنا نحن الفقراء مظلومون. بالإذن. مع السلامة. من؟ أنا صالح يا آنسة نادية. تفضل. ما بك يا آنسة نادية؟ هل يضايقك شيء؟ لا شيء يذكر، ولكن ولكنك تخافين عاطف. آنسة نادية، الرجل يحترمك ويقدرك، فلماذا تخافينه إلى هذا الحد؟ الكل هنا يخافونه ويكرهونه. نعم، لكن صدقيني يا آنسة نادية، الرجل يحترمك ويقدر مواقفك وهمومك بصدق، وأنت تعلمين هذا جيدا. ولكنهم قالوا إنهم سيقتلوا واحدا منا، وأنت تعلم بهذا. الست سماح هي التي قالت ذلك، وأنت تعلمين تماما بأن الست سماح تكرهك ولا تريد لك الخير. يقال إن لها علاقة بالمكالمة الهاتفية من الفتاة المجهولة وبالرسالة التي قرأتها لنا كي نخاف الرجل ونكرهه. هذا معقول؟ زوجها أكد ذلك أمام الضابط. ولكنها ألمحت على ما أذكر بأن عاطف مرسل من قبل والدها الهارب، وأنها هذا تخمين الضابط منير، وهي بدورها أخذت تهذي وتتكلم كما يحلو لها. صدقيني يا آنسة، صدقيني، الرجل يحترمك ويقدرك، أنا أعرف هذا جيدا، لقد تعرفت عليه تماما. إنه إنسان ودود ويحب الخير للآخرين وشريف. هل أجلب لك الإفطار أم أنك ستنزلين إلى المطعم؟ آنسة نادية، يبدو أنك لم تقتنعي بعد بأن الرجل يحترمك ويريد لك الخير. لا، أنا مقتنعة، ولكن ما زلت تخافينه. لا،
أعد أخافه. ألم تؤكد لي بأنه طيب وودود ويحب الخير للآخرين؟ حسنا، إذا سأسبقك لأجهز لك الإفطار في الصالة، ما رأيك؟ حسنا. عن إذنك. خالد، أين عاطف سرحان؟ لقد خرج، قال إنه سيتناول طعام الفطور في منتزه الحديقة الخضراء. ولماذا تسأل عنه؟ لا شك. صالح، ما بها نادية؟ دنيا. صباح الخير. صباح الخير. الآنسة نزيلة هنا؟ نعم. وأنا أيضاً لم يمضي على قدومي سوى دقائق. أهلاً وسهلاً. يبدو لي أن الآنسة فنانة، أم أنني؟ هذا صحيح، فأنا أعمل ممثلة، ولكني ما زلت في مصاف المبتدئات. وأنا أيضاً أعمل في هذا المجال، ومبتدئة طبعاً. ممثلة؟ مخرجة ومتخرجة حديثاً من المعهد. من معهد المدينة؟ لا، لقد عدت حديثاً من أوروبا، وسأبدأ بممارسة الكتابة والنقد والقصة أيضاً. عظيم، نحن نعمل مع المخرج راضي درويش في مسرح السيسبان. أذكر أنني سمعت باسمه وأنه مخرج جيد على ما أعتقد. صباح الخير. صباح الخير. الأستاذ عاطف في المطعم. ها؟ شكرا. من هذا؟ زوج الست سماح الممثلة. ومن هو الأستاذ عاطف؟ لقد اكتشفه الأستاذ راضي كبديل للممثل السابق زوج الست سماح. أين الأستاذ راضي؟ لقد ذهب إلى المدينة باكرا ليحضر بعض المطبوعات، هكذا أخبرني. وعاطف سرحان؟ ذهب إلى المنتزه، لم يقبل أن يتناول طعام الفطور هنا. هل أزعجه أحد؟ أبدا يا سيدي، أبدا، ولكن يبدو أنه تضايق من تصرف نادية. كيف؟ لقد لاحظتها وهي تنزل الدرج، ما أن شاهدت عاطف سرحان وهو يجلس في جناح المطعم حتى أصابها الخوف والارتباك واختفت عائدة إلى غرفتها مسرعة. أقول ضعيفة. ما اسمه؟ أقصد زوج الست سماح السابق. اسمه كريم. أذكر أنني قرأت عن قصة موته في إحدى الصحف وأنه مات غدرا، أليس كذلك؟ صحيح. وهذا الذي اكتشفه الأستاذ راضي، ماذا قلت اسمه؟ عاطف، عاطف سرحان. ومن أي معهد تخرج؟ إنه ليس خريجا، ولكنه مغترب قادم من الخارج ويحب الفن على ما يبدو. بودي لو أتعرف على الأستاذ راضي المخرج، ما رأيك؟ عظيم، وسيسره ذلك حتما، خصوصا أنك خريجة معهد.
Thank you.